اهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام في فقرتنا الحواريه تحت عنوان خارطه الطريق لاقتصاد اكثر تنافسيه. عقد المؤتمر الاقتصادي المصري في الفتره من 23 الى 25 اكتوبر الماضي. مصر من خلال عقد هذا المؤتمر كانت بتحاول تحط ايديها على اهم المشاكل اللي بتواجه الاقتصاد المصري وازاي ممكن حطها عشان يصبح اقتصادنا أكثر تنافسية وأكثر جذبا للاستثمارات. ده كان أحد الموضوعات اللي حصلت في مصر يعني في خلال شهر تقريبا من الآن تخللته برضو مجموعة أخرى من الأحداث كان لها علاقة مباشرة بالمؤتمر الاقتصادي، يعني في جزء منها كان في مؤتمر القمة العربية طبعا كان في كلام عن الحرب الأوكرانية الروسية وكان في كلام عن الاقتصاد إلى أي مدى تأثر، وطبعا احنا كنا في مؤتمر القمة العربية بنتكلم عن تأثر الاقتصاد العربي بشكل عام وأهم المشكلات اللي واجهها وإزاي ممكن تتحط حلول لهذه المشاكل من ضمن الموضوعات اللي طرحت في مؤتمر القمة العربية. توج الكلام ده كله بمؤتمر قمة المناخ COP27 اللي عقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 19، هو طبعا كان المفروض ينتهي يوم 18 لكن حضراتكم تابعتوا وعرفتوا إن في يوم زيادة اتمد، وفي النهاية خرجنا يعني مجموعة من النتائج والتوصيات في قمة المناخ. هنحاول مع الدكتورة هويدة الملاخ باحث التاريخي في العلاقات الإفريقية والدولية الإجابة على بعض التساؤلات اللي ليها علاقة بكل هذه الموضوعات. دكتورة هويدة، أولا برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا ودايما منورانا. الله يخليكي، ده نورك يا فندم. خلينا دكتوره نبتدي من ورا يعني عشان نربط الاحداث ببعضها. هنبتدي من خريطه الطريق الاقتصاديه اللي حاولت مصر تضعها عشان تخلق اقتصادا اكثر تنافسيه واكثر جذبا للاستثمارات. المؤتمر الاقتصادي اللي عقد في هذه الفتره واللي كان 3 ايام تقريبا، عايز اعرف من حضرتك ما اهميه هذا المؤتمر، اهميه التوقيت اللي تم اختيار عقده فيه وليه اتعمل اصلا. هو المؤتمر الاقتصادي ده تم انعقاده لحصاد السياسه الاقتصاديه التي اتبعتها مصر من 2014 بعد ان وضعت الخطه الاقتصاديه الكامله لاعاده هيكله الاقتصاد. الخطه الاقتصاديه دي كان الاساس بتاعها الاعتماد على الصناعه، وخاصه في ظل الازمات العالميه المعاصره، الازمه الصحيه كورونا، ثم راينا الازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه، كل ذلك اثر على اقتصادية العالم في الكل. نعم. فكان التوجه المصري او الاتجاه المصري يسير كان عليه ان يسير في مسار توطين الصناعات الوطنيه. بمعنى انه يعتمد على الصناعات ويرفع شعار صنع في مصر. نعم. ويقلل السد الفجوه الاستيراديه من خلال الاعتماد على الصناعات المصريه والصغيره والمتوسطه وتشجيع القطاع الخاص لهذه السياسة. نعم. فكان المؤتمر الاقتصادي تتويج لهذه السياسة الممتدة من 2014. وإيه هي التحديات اللي واجهت التي تواجه الاقتصاد المصري وما هي مكتسبات الفترة السابقة، أيضا ناقش المؤتمر وكيف يتم الاهتمام بتطوير الصناعات وتطوير المجال الزراعي لمواجهة تحديات العالم في ظل طبعا اقتصاديات العالم متدهورة. صحيح. وانخفاض تصدير الدول التي كانت مثلا القمح، الأدوية، جميع الصادرات التي كانت تعتمد، التصديرات التي كانت مصر يعني تستوردها، قلت وقفت هذه المصانع في العالم. نعم. فكان على مصر أن هي توجد البديل، فتم اجتماع هذا المؤتمر ورأينا الأول مرة أن يشارك في هذا المؤتمر المتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال السلطة التنفيذية عموما، لأن هي المفروض اللي هتتلقى طبعا أي أفكار هتتقال وهترجمها على أرض الواقع. بالضبط. وكان هذا المؤتمر من ضمن أهدافه تطوير أو التأكيد ثوابت السياسة الاقتصادية، عدم بيع الأصول. يعني كان تردد شفنا في الصفحات الإلكترونية أو في أن مصر بتبيع أصولها، بتبيع أصول والكلام ده. فطبعا يعني من ضمن فعاليات هذا المؤتمر تأكيد للشعب المصري ولكافة الأجهزة أن الدولة المصرية تسعى إلى زيادة استثمار الأصول وإشراك القطاع الاقتصادي في هذا التطوير الخاص. القطاع الخاص. نعم. والعمل على مناقشة القطاع الخاص، إيه هي مشاكله، بحيث أن الحكومة تضع هذه مطالب القطاع الخاص في الخطة القادمة وتقديمها لجلسة البرلمان القادمة، بحيث يتم إعداد تشريعات تكون أكثر
لإشراك المستثمر الأجنبي والمستثمر المصري. طيب هي ليه الدولة بقى دكتورة في الحالة دي، ليه الدولة يعني هنقول أفسحت المجال أمام القطاع الخاص عشان يبقى بديل عنها في قطاعات معينة، أو في يعني بتديلها براح أكتر عشان تشتغل أكتر؟ هل لأنه القطاع الخاص مثلا أثبت نجاحه من خلال تجارب دول أخرى لما حصلت شراكة بينه وبين الحكومة؟ هو أساس الدولة، أساس السياسة الاقتصادية في الدولة أن القطاع العام يكون هو مسيطر على مفاصل الدولة أو على الأصول الخاصة بالدولة المصرية. لكن طبعا مع سياسة الانفتاح واحتياج لرأس المال وأصل السياسات الاقتصادية الحديثة، لابد من إشراك القطاع الخاص في خطط الدولة وإدماجه والاستفادة من خبراته. احنا بس مش محتاجين القطاع الخاص في امور مصانع، لا، محتاجينه في تعليم، محتاجينه في صحه، محتاجينه في بنيه تحتيه. فلا بد من الاستفاده من رؤوس الاموال المصريه ورؤوس والاستثمارات اللي من الخارج. يعني لابد من تطويع كل هذه الفوائد يعني المستثمرين المصريين في الدوله المصريه. فكان لابد ان هم يكون لهم صوت مسموع في هذا المؤتمر الذي تم عقده. بالإضافة أيضا يعني أول مرة رأينا الأحزاب تشارك بأفكار ورؤى المتخصصين في مجال الاقتصاد، يعني تم دعوتهم بشكل يعني رسمي لكي يشاركوا، ويكون هناك ورقة أو مخرجات لهذا المؤتمر تطبق بشكل فعلي، يعني لا تكون مجرد شكليات أو شو مؤتمرات، لا، يكون في آلية تنفيذ. وحنكشف كل الأغراق، إيه هي إيه التحديات التي تواجه هذا المؤتمر، هذا يعني تطور اقتصادي. هل ده معناه دكتورة ان الدولة على سبيل المثال من عام مثلا 2014 كانت وضع لنفسها خطة اقتصادية معينة، الخطة دي ما كانتش حاطة في اعتبارها لا جائحة كورونا ولا الحرب الروسية الأوكرانية، فلما جينا يعني اتصدمنا في هذه الجائحة، ثم يعني يدوب ابتدينا نستفيق منها لقينا قدامنا الحرب الأوكرانية الروسية، فكان الأمر يتطلب مننا أن احنا نقف وأن احنا نعيد النظر وأن احنا نعيد نظرنا في طريقة تنفيذ برنامجنا الاقتصادي بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة. هل هو ده اللي حصل؟ اللي حصل بالضبط، وده تمثل في مبادرة إبدأ، نعم، التي أعلنها الرئيس في حفل إفطار في أبريل 2021. نعم. المبادرة دي هي نفس مبادئ أو نفس أهداف مبادرة حياة كريمة، نعم، ولكنها تهتم بتوطين الصناعات المصرية، تدريب كوادر الشباب، توفير فرص عمل، الاهتمام بالبنية التحتية للمجتمع المصري، بناء مدارس، بناء حتى نظرة التعليم، رأينا يعني التطوير علشان إحنا ننتج مجتمع منتج، يعني حتى يكون هناك كان التعليم لا يتوافق، يعني الخريجين من الطلبة من المدرسة لا يتوافقون مع سوق العمل. فاستحدثت الدولة المصرية بعض الأقسام المختلفة، شفنا في مدارس الثانوية، الصنايع، الزراعة، شفنا في الكليات، في جامعات جديدة، كل ذلك كان تطوير شامل ليس فقط بالتعليم ولكن في البحث العلمي وإنتاج أو تخريج شباب يكون متكيف مع متطلبات سوق العمل. نعم. فطبعا المبادرة دي كانت من ضمن أهداف أيضا نفس يعني أهداف مبادرة حياة كريمة. تم تخصيص كثير من المدن الصناعية في توزع على مختلف المحافظات، تم تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر. المصرية الأمنية الصناعية بنت كثير من المصانع على مبادرة مصنعك جاهز، بمعنى أنه يدفع فقط تكاليف المصنع، وفرت للشباب عمل مشروعات صغيرة، وفتحت كثير من في مكاتب المحافظات يتدربوا على المشروعات وعلى الخبرة، وكل ذلك زللت الجمارك كمان كانت بتدي أراضي من غير أي مقابل يعني. بالضبط. وتحديدا في مناطق الصعيد اللي هي الدولة كانت بترى أنها ربما أكثر احتياجا لهذه النوع من المشروعات. بالضبط، كانت تنظر يعني أي دولة يتركز في أي محافظة مصرية مثلا يتركز فيها مثلا الفوسفات في أسوان أو نوبة أو مصر أسوان بصفة عامة، مثلا أهم الصناعات، صناعات التمور، صناعات الأعشاب، الثروة السمكية، الصناعات اليدوية. فشوفنا مناطق صناعية تخصصت في محافظة أسوان، في محافظات الدلتا مثلا مشروع الرمال السوداء بدأ جلب مستثمرين. فكان توجه الدولة هي عدم تصدير المواد الخام، وبعد كده إحنا نبتدي نستيردها بتكاليف باهظة، لا، إحنا هنحتفظ بالمواد الخام الخاصة
الدولة، واحنا اللي هنصنع، واحنا اللي هنصنع وهنصدر وهنعلي قيمة الجنيه ونخفض من سعر التضخم من التضخم الاقتصادي الذي فكان ده توجه الدولة بشكل عام. طيب دكتورة، يعني اذا هنا الدولة توجهت لما يسمى حضرتك بتوطين الصناعة. توطين الصناعة ده يمكن ادركنا اهميته لما اصطدمنا ايضا اثناء الحرب الروسية الاوكرانية، ان احنا مثلا في مصانع توقفت، في اعمال مش قادرين نكملها، ودي على فكرة ما كانتش مشكلتنا احنا بس، دي كانت مشكلة دول كتيرة اللي هي كانت بتعتمد على بعض قطع الغيار ربما الصغيرة. يعني حتى كنا بنشوف احيانا المسامير ممكن اعمال معينة تتوقف بسبب ان ما فيش اماكن معينة مثلا في مصر او في غيرها يعني بتصنع مسامير. تمام. فابتدينا ننتبه للنقطة دي يعني، ورب ضرة النافعة. يعني احيانا النوعية دي من المشكلات هي اللي بتخلينا ناخد بالنا ان احنا في امور المفروض نرجع لها. صحيح. احنا لما نعمل توطين للصناعة قيل ان هو هيزود انتاجنا بحوالي 60 مليار دولار سنويا، ده رقم كبير جدا يعني اذا كنا احنا بنصدر باقل من كده. فلما احنا نعتمد على صناعات احنا نعملها في بلدنا بتوفر لنا الرقم ده كله، فدي اعتقد قيمه مضافه للاقتصاد المصري. عايز اقول لحضرتك ان احنا لينا خبره تاريخيه ولينا تاريخ وتجربه اقتصاديه رائعه. يعني مثلا من سنه 56 لغايه 57 كان عندنا 1200 مصنع. ال 1200 مصنع دول كانوا بيكفوا 70% من احتياجات مصر. وكان هناك علامات بارزه في بعض الصناعات زي النصر والمنسوجات والتعديل والالومنيوم والاسماء كبيره، وكانت صاحبه علامه وكان لها دور كبير في اصدار الاقتصاد المصري والتصدير لدول افريقيا والدول العربيه ودول العالم الخارجي. كل ذلك للاسف اصابه الاهمال والتهميش، فكانت رؤيه مصر الجديده بعد 30 يونيو اعاده واحياء هذه الصناعات المصريه القديمه، بمعنى فتح المصانع التي تم اغلاقها، مساعده رجال الاعمال او صغار المصنعين التي تم اغلاق مصانعهم مثلا من خلال توفير الدعم المادي، توفير الخبره اليهم، اعفائهم من الضرائب، توفير مساحات اراضي لهم اذا كان مثلا يعني. فهو خلق بيئة متكاملة لجذب الصانع المصري، ولم يهتم فقط برجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات الكبيرة، ولا ده هو اهتم ان هو عايز يعلم الشباب، والأكاديمية الوطنية للتدريب كان لها دور كبير ان هي تستقطب الشباب وتدربهم. يعني انت لما تطلع من تتخرج من الكلية احنا عايزينك بيزنس مان، بمعنى ان انت بنشوف الخريج او الطالب بيطلع بيتخرج هو طب انا هعمل ايه، كل كان حلمه ان هو عايز يسافر بره، عايز فيزا، مش عايز يقعد في البلد. لا، في فكر جديد للدولة والاهتمام بالشباب من خلال الصناعة والزراعة. في أراضي زراعية تم إتاحتها للشباب، في كثير من المراكز يعني مفتوحة لكافة الشباب لتدريبهم على أي مشروع هو يريد أن يطبقه على أرض الواقع. سيجد من يضع له الخطة، سيجد من يدربه، سيجد من يقيم له المصنع. فهناك توجه كامل للدولة لمساعدة ودعم الشباب والمواطنين للارتقاء، بحيث أن تكون الصناعة دي هدف قومي أو يعني استراتيجية وطنية هنذلل كل الصعوبات. وإذا كان هناك بعض ما نستورده بسيط زي ما حضرتك ذكرتي ومسمار، يعني اشياء لا تذكر تكلفنا، لان انت لما هتستوردي هتدفعي دولار، هتقللي هتنزلي من قيمه الجنيه المصري، هترفعي من قيمه الدولار. لكن ايه الحل الامثل؟ ان احنا نرفع سعر الجنيه، ان احنا نعتمد على الانتاج الداخلي، على الصناعات التحويليه، على السياحه فقط. السياحه مصدر مهم من مصادر الدخل الدولي، لكنها مرتبطه بالخارج. اي عمل ارهابي، اي توتر في العالم انت هتتاثري. صحيح. لكن لو عندك مصنع ينتج، عندك اراضي زراعيه، عندك صناعات تحويليه، عندك شباب مثقف واعي ليه مشاركاته، ليه مصانعه، ليه هدفه، عنده هويه، عنده ثقافه، عنده حب ان هو يبقى في الوطن وينتج، هنا هيختلف الوضع. لا تتاثري بهذه الازمات. فده كان توجه الدوله، ان هي تتوجه زي فرنسا، ماليزيا، الهند، الدول الاوروبيه والدول الاسيويه اللي هي النمور الاسيويه اللي بدات بالصناعات الصغيره. يعني شفنا زي ما حضرتك قلت اقل الاشياء يصنعوها ويصدروها. وبسعر قليل. نعم. فكان في المتناول، العالم. فمصر تسير في هذا الاتجاه من 2014. نعم. طب اذا دكتوره، لغايه ما الزملاء يجهزوا لنا التقرير اللي هو له علاقه بنتائج وتوصيات قمه المناخ اللي عقدت في مصر
على مدار أسبوعين تقريبا. أنا هنا يعني حبني على كلام حضرتك إنه مصر أولا كانت وضع خطة اقتصادية معينة لكنها أصبحت أكثر مرونة لما اصطدمنا ببعض المشكلات اللي كانت بتتطلب مننا إن إحنا نغير الخطة اللي كنا ماشيين فيها. بالضبط. وبعدين اكتشفنا إن إحنا يعني عندنا مشكلات بسيطة نقدر نحلها، واكتشفنا أيضا إنه مهم جدا إن إحنا نصنع الحاجات الصغيرة اللي اتكلمنا عنها، وبالتالي عملنا ما يسمى بتوطين الصناعة. فضلت بقى نقطة أهم إن إحنا نعالج مشكلات تغير المناخ، لأن هي بتأثر على الزراعة وبتأثر على الصناعة وبتأثر على الأمن الغذائي وبتأثر حتى على حياة الإنسان بشكل عام. ومن هنا كانت أهمية أنه مؤتمر المناخ يعقد في مصر، وأن مصر تقدم ورقة مهمة جدا، وأنها تقدر تقتلع من الدول اللي كانت يعني مش متجاوبة إلى حد كبير، تقتلع بعض النتائج المهمة جدا من خلال أهم النتائج والتوصيات اللي خرج بها مؤتمر قمة المناخ. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع ناخد بعض